بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولله الحمد والمنة، بالأمس بدأنا بدراسة هذا المتن المبارك، العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. نراجع أولا ما أخذنا بالأمس، ثم نبدأ بإذن الله تعالى بالدرس الجديد. نعم. واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته، قل هو الله أحد. نعم. ولهذا نقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى، واحد في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. ولا شيء مثله، ليس كمثله شيء. نعم. ولا شيء يعبده. نعم. ولا إله غيره، قدير بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قالوا هنا يغني عن هذا أننا نأتي بما جاء في القرآن، وهذا أولى. من باب الخبر يصح، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قلنا أضيق باب باب الأسماء، ثم أوسع منه قليلا باب الصفات، أما باب الأخبار واسع. فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء ومذكور، لكن لا يوصف ولا يسمى بهذا. نعم. لا يفنى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد. وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيها عن الله سبحانه وتعالى كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى الله سبحانه وتعالى نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الوالد والولد لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نسير، لابد في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. النفي المحض ليس بكمال. تقول هذا الجدار لا يظلم أحدا، هل معناه أن هذا الكلام مدح؟ لا، هذا ذم. لكن عندما تقول الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، هذا هو الكمال. ولهذا كانت الصفات المنفية قليل جدا مقابل الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية كثيرة جدا، الصفات المنفية قليلة. الصفات المنفية لا تأتي غالبا إلا لبيان كمال كماله سبحانه وتعالى، أو دفع ما ادعاه الكاذبون في حقه، أو دفع توهم نقص. إذن الصفات المنفية تأتي في هذه الأشياء الثلاثة، لبيان كماله، وقلنا هذا قليل مقابل الصفات الثبوتية، دفع ما ادعاه الكاذبون في حقه أن دعوا للرحمن ولدا، دفع توهم نقص، وما مسنا من لغوب، حتى لا يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والأرض لحقوا شيء من التعب أو النصب أو كذا. فنفى الله سبحانه وتعالى هذا عن نفسه لكماله وقدرته وقوته سبحانه وتعالى وعزته. نعم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه. ثم أيضا لو جئت مثلا تمدح ملك من الملوك، تمدحه بماذا؟ بالصفات الثبوتية والمنفية؟ ثبوتية، لأنه لا يمكن تقول للملك أو الحاكم، تقول أنت لست بخائن ولست بكذاب، قد يقتلك إذا عددت هذه الصفات وفصلت فيها. أي نعم. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفكار. تقدم معنا عندنا قاعدة إذا تسير عليها في الأسماء، في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، تكون على معتقد أهل السنة والجماعة. إما أن تقول بما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والإيمان به واجب، يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة.
إثبات وتنزيه، المعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدعة. ثلاث أدلة عندنا: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحيطون به شيئا، ولا يحيطون به علما. إثبات كل ما أثبت الله لنفسه، تنزيه الله سبحانه وتعالى ما أثبت الخلق، المعاني معلومة، والكيفية علمه عند الله، والسؤال عنها بدعة. نعم. ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. صفات كمال، كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى له فيها: ولله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن أكملة، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، وذروا اتركوا الذين يلحدون يدخلون فيها ما ليس منها، يسمون الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. سيأتي الإلحاد بإذن الله. نعم. الإلحاد ينقسم إلى قسمين: إلحاد في الأسماء والصفات، وإلحاد في الآيات. إلحاد في الآيات آيات شرعية وكونية. إلحاد في الأسماء والصفات إنكار الأسماء والصفات، أو يثبت الاسم وينكر الصفة، يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء للأصنام، يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. أقسام خمسة الحاد في الأسماء والصفات. نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته. نعم، فهو خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. ذلك لأنه تقدم معنا أن الأسماء دلالات الاسم ثلاثة: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. مطابقة أن الاسم ينطبق على المسمى، لأنه قد تسمي بعض الناس تسمي صالح، وقد يكون نسأل العافية والسلامة طالح تغير اسمه، لا تسمي عبد الله، وقد يكون نسأل العافية والسلامة من أفجر خلق الله فلا تغير، لا. لكن أسماء الله الاسم منطبق على المسمى، والوصف منطبق على الموصوف، دلالة مطابقة. التضمن كل اسم يتضمن صفة ولا بد، وإلا وقعنا في الإلحاد. تقول الخالق هو اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة الخلق، الحي اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة الحياة، وعلى هذا تمشي. الثالث دلالة التزام. دلالة الالتزام قلنا الخالق لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، هذه دلالة التزام يدل على معنى خارج عنه. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. وقلنا هذه الآية فيها الإثبات والتنزيه وطريقة القرآن في هذه الآية، التفصيل في الإثبات كما قرأ الإمام جزاه الله خيرا: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الصفات الثبوتية كثيرة مقابل الصفات المنفية. إذن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعلى هذا نعم. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال. نعم. عندنا الآن مراتب الإيمان بالقضاء القدر أربعة، يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء القدر: علم
كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا العلم. الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب. الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة، نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أنا شئتم. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب يتكلم عنها ويكثر في الكلام عنها، لأن قلنا هؤلاء العلماء دائما تجد الواحد منهم يركز على الإشكالات التي تكون في زمنه. إشكالات كانت في زمنه جبرية وقدرية هنا. نعم، البعض يقول أن أفعال العباد غير مخلوقة، وبعضهم يقول غير مخلوقة، وبعضهم يقول الإنسان مجبور، وقد تكلمنا في هذا الكلام، وحتى أرادوا أن يوقعون اليوم في هذه الإشكالات. يسألك ويقول لك هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول الرد على هذا السؤال من ثلاثة أوجه، أو نرد يعني بثلاث درجات. نقول أولا، هل سأل عن هذا الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا؟ تقول لا. هل والمسؤول من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لله. إذن لم يسأل عن هذا الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يتكلم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لهذا السائل، إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة أولا. ثم نقول لهذا السائل، ماذا تريد بهذا السؤال؟ تريد توقعنا إما في القول بإنكار القدر أو بالجبرية، إنسان مجبور. إذا قلت هذا أصبحت مع القدرية، وإذا قلت بهذا أنت مع الجبرية. طيب، ثم الثالث، نقول هذه المسألة فيها تفصيل. الإنسان في أشياء مسير وفي أشياء مخير، ولا نسأل ولا نتكلم بهذا الكلام. ولهذا قلنا بالأمس، تميزت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه ينتقي نصوص الكتاب والسنة ويتكلم بها، يأتي بها في مؤلفاته، وهذا من أحسن ما يكون، لأنه لا يمكن أن يدخلها خطأ. ولهذا يعني كانت هناك ملاحظات على هذه العقيدة، لأنه انتقى وذكر فيها أشياء لم ترد في كتاب والسنة. لا إشكال نحسن الظن ونتكلم كما ذكر الشيخ بن مانع والشيخ بن باز رحمه الله الجميع، لكن الأولى أن نأتي بنصوص الكتاب والسنة، وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة قل فافعل. إذن أراد بهذا أن يرد على القدرية والجبرية. نعم، قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم، العلو أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلني وإياكم منهم يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات، علو في الذات وعلو في الصفات. العلو في الذات، أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، أدلة القرآن تنوعت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، تارة بإثبات العلو وإثبات الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها من السنة بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية، جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. بل السنة المتواتر، الإجماع أجمعت الأمة، العقل يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولا بد يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. الفطرة، قال أخبرنا يا أستاذ، عندما كان الأستاذ ينكر العلو ويتكلم بكلام حتى يصل إلى إنكار العلو، فقال له أخبرنا يا أستاذ عما نجد. ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. تقول يا رب، الفقير الآن يدق عليك أحيانا، الزجاج باب السيارة يدق عليك، ما تكلمه؟ تقول له هكذا، يعني
الله يعطيك. نعم. قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. عندنا قاعدة قلنا يستعملها على السنة والجماعة، وهي آمن تهتدي، آمن تهتدي. طريقة أهل السنة والجماعة الاستدلال أولا ثم الاعتقاد ثانيا، يعني نمشي خلف النصوص الكتاب والسنة. طريقة أهل الباطل نسأل العافية والسلامة أولا يعتقد ثم بعد هذا يلوي أعناق النصوص. إذن لابد أولا أن نستدل، فإذا جاء الدليل ماذا نقول؟ آمنا وصدقنا وسلمنا. مثال: يأتيك حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تقول ماذا؟ تقول آمنا وصدقنا وسلمنا، أؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقين. إذا قلت هذا يهدك الله. إذن النتيجة البداية قال آمن، فالنتيجة تهتدي بإذن الله تعالى، وعلى هذا سار السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم، آمنا وصدقنا وسلمنا، بداية الدرس الجديد. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: المتوفى سنة 21 و300، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. واحد واحد أحسن. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عبد. ما معنى عبد؟ عبد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، فكل من يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولو شيئا يسيرا من خصائص الربوبية والله لم يشهد أنه عبد. كذلك عبد هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام. العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة، عبودية خاصة، عبودية خاصة الخاصة. عبودية عامة هذه تسمى عبودية قهر، تشمل كل الخلق مؤمن وكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تحت قهره وتصرفه. العبودية الخاصة هي عبودية الذين استجابوا لله والرسول، أهل الإيمان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل الخلق لا، الذين استجابوا لله والرسول. نعم. العبودية الثالثة هي عبودية خاصة الخاصة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم كملوا العبودية، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن بل أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد، فهذا أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، نقول هو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب. فلا بد أن نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية بأنه لا يعبد، وبين الرسالة بأنه لا يكذب، تميز عنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال هو عبد. نعم. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم. وإنه هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، نبي ورسول، نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. وإنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة، وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو والله كاذب وكافر كفرا أكبر. نعم. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. سيد المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، أما السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته،
كمل في أسماء وصفاته هذا لا يمكن أن يكون إلا لله. ولهذا عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. لكن السيادة المقيدة تصح، تقول النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، نعم. تقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، تقول فلان سيد بني فلان، يصح السيادة المقيدة تصح ولا إشكال في هذا، نعم. قول أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا فيه يعني شيء من التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة أعلى درجة المحبة، والله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة، ولا الود كالود، ولا الخلة كالخلة. ونثبت لله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلاثة، محبة وود وخلة، فأعلى درجات المحبة الخلة. ولهذا فيما نعلم والله أعلم لم تثبت الخلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فنقول أن محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله سبحانه وتعالى، نعم، هذا أولى، نعم. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعده طغي وهوى، نعم. هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، نعم. إلى من بعث عليه الصلاة والسلام؟ إلى قوم خاصة، إلى الإنس، إلى الثقلين. ما معنى هذا؟ أن كل من بلغته كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر، كائنا من كان، يهودي، نصراني، مجوسي. قال والذي نفسي بيدي لا أسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذن كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، نعم، عليه الصلاة والسلام. خليها الآن نمشي، نعم. وإن القرآن كلام الله منه بدأ، الآن يبدأ يفصل في كلام الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع له صوت وحروف، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء. نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. لأنه كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوق ويكون سبحانه وتعالى ناقص؟ لا يمكن أن يكون هذا. الكتاب، أدلة الكتاب كثيرة جداً في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. من أقوى الأدلة يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا من أقوى الأدلة، يقول أنه سماه كلام وقول ويسمع كلام الله، ونداء، النداء للبعيد، والمناجاة كل القريب، نعم. وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، أدلة كثيرة جدا. من أقوى الأدلة في السنة، من يقول لي أقوى الأدلة في السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى؟ حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. أي إنسان ينكرك صفة الكلام لله سبحانه، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، تسأله إذا نزلت منزل تخاف، إذا استغثت، كانت الاستغاثة بالمخلوق في هذا الموضع فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما حكم هذه الاستغاثة؟ شرك أكبر، صحيح. طيب عندما تنزل منزل وتخاف ماذا تقول؟ لابد يقول أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر في هذا الموضع. فإذا تقول أنه كلام الله صفة من صفاته، استعاذ بالله وبأسماء وصفاته، فأنت موحد مثبت لله صفة الكلام. وإلا لو تقول أن الكلام
مخلوق فأنت تستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الله، فهذا شرك أكبر. مفهوم؟ نعم. العقل؟ نعم. وإجماع الأمة، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله، ثم لا يكتفوا بهذا كما صنع الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، ثم يثبت أن القرآن كلام الله. لماذا يعني هذا التطويل؟ لأنه وقع إشكال في هذه المسألة، فعندما يرد الإشكال ماذا نصنع؟ نكثر من الأدلة. الآن الشيخ سعيد يطالب فلان من الناس بمليار دينار كويتي، ووجد 100 شاهد، فماذا يصنع؟ هو يكتفي، الأصل يكتفي من؟ باثنين، صح؟ لكن يقول لو أجد أجمع على هذا الكرة الأرضية والله أجمعهم عليه شهود حتى أقطع عليه الحجة، صح؟ فما بالك ونحن نريد أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما ينكر هؤلاء، خاصة في هذه الأزمنة. نعم. ولهذا يعني قد يطيل أحيانا يعني في مواضع يعني يتكلم فيها، وقلنا لماذا؟ لأنه يكون هذا الوقت لهذا المؤلف يعني كثر الكلام في هذه المسألة. نعم. وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيف، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتلو علينا القرآن، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. إذن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. نعم. منه بدأ بلا كيفية، منه بدأ هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. نعم. بلا كيفية، بلا كيفية تقدم معنا. ما معنى بلا كيفية؟ نثبت أن لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. والكيفية تعلم إما بالمشاهدة أو بخبر الصادق أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل، ونحن لم نرى الله ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، وليس له مثيل سبحانه وتعالى. نعم. وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن منزل غير مخلوق. من يقول أن القرآن مخلوق هذا معناه أنه كسائر المخلوقات. الآن هل نأخذ أوامر ونواهي من الشمس، من القمر؟ ها؟ لا. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فغاير الله سبحانه وتعالى بين المخلوقات والأوامر. والذي يقول أن القرآن مخلوق هذا معناه أنه كالشمس والقمر، لا يمكن نأخذ منه لا أوامر ولا نواهي. نعم. قال: وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا. نعم، أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق. بالحقيقة مضطر هو لهذا الكلام. الآن المجاز إشكال يعني قد لا ينتهي أحيانا، فماذا تصنع في هذا الباب؟ حقيقة ومجاز. ينقسم الكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى خبر وإنشاء تقدم معنا بالأمس، ومن حيث التركيب إلى اسم وفعل وحرف، ومن حيث الاستعمال إلى حقيقة وإلى مجاز. فاللفظ المستعمل في ما وضع له هذا حقيقة، واللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجاز. تقول أسد للحيوان المفترس حقيقة، أسد للرجل الشجاع مجاز. هل نثبت المجاز أو ننفي المجاز؟ انقسم الناس في هذا الباب إلى أقسام. القسم الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في سنة ولا في اللغة، وانفي المجاز بالكلية وتقول لا مجاز. لماذا؟
لأن القول بالمجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، اصطلاح حادث، بدعة، ضلالة، بعد انقراض القرون المفضلة الثلاثة. لم يقل بالمجاز لا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. ثم الثاني، لماذا ننفي المجاز؟ لأن من أقوى الأدلة على نفي المجاز يمكن نفيه، وكل شيء أمكن نفيه بطل استدلال به. الثالث، لأن المجاز هو طاغوت الفلاسفة. الآن أردت أن تقتل إنسان، تريد تقتل فلان من الناس، ماذا تصنع؟ تعطيه سلاح وتقول قاتلني؟ لا، تجرد من السلاح ثم تتفنن في قتله، صح؟ فإذا أردت أن تغلب هؤلاء تقول لا مجاز، انتهوا. أما تعطي السلاح وتقول قاتلني؟ لا. ثم الآن فتح باب شر. لو فتحنا باب المجاز بدأ التلاعب في نصوص الكتاب والسنة، لأنه لو أثبتنا المجاز في اللغة يلزم من هذا إثبات المجاز في الكتاب والسنة، ولو أثبتنا المجاز في بعض القرآن يلزم من هذا إثبات المجاز في كل القرآن، وبدأ التلاعب. يأتي بعض الناس ويقول هذه الآية مجاز وهذه الآية مجاز، حتى يصلوا إلى نصوص الكتاب والسنة، وهذا أحوط. طيب، قد يأتي بعض الناس ويقول طيب عندنا آيات فيها مجاز، نقول لا، هذه حقيقة ليست مجاز. لا يمكن لعربي على وجه الأرض تأتي وتقول مثلا، تقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحر، لا يوجد عربي يفهم اللغة العربية يعني عندما تقول له هذا الكلام يظن أنه شيخ الإسلام تجري فيه السفن والحيتان وكذا، لا، يفهم سعة العلم. وتقول فلان أسد، يعني انقلب إلى حيوان مفترس، لا، فالكلام في هذا السياق حقيقة ولا مجاز، وانتهى الأمر. طيب، هؤلاء تجد شيخ الإسلام مثلا، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، هؤلاء رحم الله الجميع، هؤلاء لا يقولوا بالمجاز، ينكروا المجاز. وتجد في مؤلفاتهم مثل ما نأتي هنا يقول حقيقة ولا مجاز وكذا. لماذا؟ مضطر لأن يتكلم بهذا الكلام، لأن هناك في هذه الأيام من يقول بالمجاز، مفهوم؟ نعم. ولهذا نقول الآن أن الله سبحانه وتعالى استوى استواء حقيقي. لماذا؟ حتى ننفي المجاز، وحتى لا يتوهم متوهم أن الكلام هنا ليس بحقيقة. نعم، تعيد. الله ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسخر، حيث قال تعالى سأصليه سخر، فلما أوعد الله بسخر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، والسميع البصير. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله في الشرح قوله وإن القرآن كلام الله إلى آخره، القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه. نعم. قال القرآن اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال. نعم. ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الطلاب ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم. وأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه عين كلام الله، سمعه جبريل من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكتوب بالمصاحف، المحفوظ بالصدور، المتلو بالألسنة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى، ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان.
نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. أخوانا، لماذا يذكر الرؤية هنا؟ هل هي من الصفات؟ هل هي من الأسماء؟ إذن لماذا يذكر الرؤية؟ كذلك في الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الرؤية، لماذا يذكر علماء أهل السنة والجماعة يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء سبحانه وتعالى. لماذا يذكر الرؤية؟ الأصل أن الرؤية قد تذكر في بعض الكتب، أما أنها تذكر في باب الأسماء والصفات هي ليست من الأسماء ولا من الصفات، لماذا يذكرها؟ نعم الشيخ، لأن كل من ينكر الصفات لابد أن ينكر الرؤية، لأنه ما يرى شيء إلا وله صفات، فيلزم إذا أنكر الصفات يلزم من هذا أن ينكر الرؤية، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يرى إذن هذا معناه أن له صفات. طيب، إذن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. أدلة الرؤية، الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة من القرآن 7. نعم، من يذكر هذه الأدلة لي من القرآن؟ أدلة الرؤية 7 من القرآن. نعم، حاول. الأول ما ذكر المؤلف: وجوه إلى ربها ناظر، إلى عدها بإلى، وهذه لا يمكن أن تكون إلا بالعين. نعم، لا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على الأرائك ينظرون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه 4 أدلة. نضيف إلى هذه الأدلة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه. ويخوف بعض العلماء هؤلاء الذين ينكرون الرؤية، يقول: حري بكل من أنكر الرؤية ألا يرى الله، اتق الله، يعني لن تراني. هذا الدليل يستدل به من ينكر الرؤية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل على نفسه لزاما أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا ولزاما على شيخ الإسلام بأن يقلب الدليل عليه، يجعل الدليل ضد هذا. لا تدركه الأبصار ولن تراني، لماذا؟ قال: عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه، له 600 جناح، أدركه؟ لا، رآه، نعم. إذن عدم الإدراك يدل على الرؤية. والثالث، وموسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له الله سبحانه لن تراني، طلب وسأل شيء ممكن لكن غير ممكن في الدنيا، ولو كان هذا السؤال باطل أنكر الله سبحانه وتعالى عليه، كما جاء الإنكار على نوح عليه الصلاة والسلام. الأخير: لن تراني ولا تدرك الأبصار، ذكرنا. إذن هذه أدلة 7 من السنة، أدلة كثيرة. نعم، وإجماع الأمة. قال، تعيد: قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بغير إحاطة ولا كيفية، إذن بغير إحاطة يعني لا تدركه الأبصار، نرى لكن دون إحاطة. ولا كيفية، نحن لا نعلم الكيفية، نؤمن لا كيفية تلق به سبحانه وتعالى، لكن هذا الكيفية لا نعلمها. نعم، كما ترون القمر. شبه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، هذا معنى الذي يقول. نعم، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هيئت لأن ترى ربها. نعم، نسأل الله من فضله. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه،
وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. نعم. ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. آمن تهتدي. نعم. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله في الشرح: قوله والرؤية حق، لا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم. نعم، لا شك، يعني إجماع الأمة. نعم، كتاب والسنة والإجماع، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرون ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية كما يرون القمر والشمس صفوا ليس دونهما سحاب. شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. نعم. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكره سوى المعتزلة ومن تابعهم على الضلال. قال في النونية: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله، لم ينكره إلا فاسد الإيمان. الصلاة والعافية والسلام. نعم. وأما في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى لا يراه أحد من عباده. نعم. وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نورا. قال: نور أن أراه. نعم. أي حالة بيني وبين رؤيته تعالى الأنوار. وقالت عائشة: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. هذا في اليقظة. أما الرؤية المنامية اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى على اختلاف في صحة الحديث، والله أعلم. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولهذا عندما كان أحد العباد يصلي في الليل في بيته ليس معه أحد، خرج له نور من جهة القبلة ثم اشتد حتى رأى شيئا على عرش، فقال له هذا الذي خرج من النور، قال: أي عبدي فلان، يعني سماه باسمي، سمى هذا العابد باسمي، إنني أنا ربك. فماذا صنع هذا؟ هذا يعني يعرف المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، فبصق في وجهه وقال: اخسأ عدو الله. عرف أنه هذا شيطان، ولا شك إن نفسا لن ترى الله حتى تموت، لن تراني أي في الدنيا. ولهذا يعني لابد نتعلم العقيدة، لأنه قد يأتيك شيطان، يأتيك شياطين الإنس أقوى وأشد من شياطين الجن، لأن شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب، أما شيطان الإنس لا يذهب. نعم. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم. وهذا هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم. آمن تهتدي. قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان، يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لو تخليها بعد الدرس الله يرحم والديك. إيه بإذن الله، جزاك الله خير. علم الكلام هذا الطريق يقول الناس فيه ثلاثة أقسام: قسم لم يدخل ولم يقرأ ولم يعرف هذا العلم فهو في السلامة ولله الحمد. الثاني من انتهى من هذا الطريق، دخل البحر الخضم وانتهى منه وأصبح إماما في هذا الفن، هذا لابد أن يشهد على أن هذا الطريق طريق ضلال، أنه خاض وانتهى وأصبح فيه إماما. مفهوم؟ الإشكال، كل الإشكال على من دخل ولم يخرج وبقي في المنتصف. ولهذا قالوا أكثر ما يفسد العالم أربعة: نصف متكلم، هذا أخطر واحد، لأنه هذا يفسد العقائد، هذا الذي ذكر المؤلف الآن هنا، نصف متكلم، فهذا نصف المتكلم لأنه
يتكلم في الله سبحانه وتعالى. أما الثاني نصف فقيه فهذا يفسد البلدان، وهذا الذي يحدث في هذه الأيام. الخوارج من يرى الخروج والمظاهرات والسب والشتم على المنابر وكذا، ونصف نحوي ونصف طبيب، نعم متطبب، نعم يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان، نعم. لكن أخطر واحد هذا نصف متكلم. تعيد الكلام. قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم، وأكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية والسلام هم أهل الكلام. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نعم، وهذا فيه هذا الكلام من المؤلف تخويفا لمن أنكر الرؤية، نقول حري بكل من أنكر الرؤية ألا يرى الله. نعم سبحانه وتعالى. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نعم، نقول آمنا صدقنا وسلمنا، إثبات وتنزيه المعالم معلومة الكيفية علم عند الله، الصلاة عنها بدعة. نعم. قال: ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصل التمثيل. ولهذا قلنا أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. نعم. ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعوت بنعوت فردانية ليس بمعناه أحد من البرية. نعم. قال العلامة ابن مانع الشرح رحمه الله: قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيهه. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. قوله زل ولم يصب التنزيه، وذلك أن المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى بهذا النفي. وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة الكمال، إذ المعدوم هو الذي لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية. نعم، ولهذا قلنا المعدوم هو الذي لا يرى، كل أي شيء تراه لابد أن يكون له صفات. ولهذا أدخل العلماء رحمهم الله تعالى باب الرؤية في باب الأسماء والصفات. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات. نعم، باقي معنا وقت 10 دقائق. طيب بسم الله. قال نعم. العلامة ابن باز رحمه الله الآن هذا هو الموضع الثاني، الموضع الثاني الذي فيه يعني ملاحظة على هذا المتن. سننظر يعني نقرأ كلام المؤلف ثم ننظر تعليق الشيخ ابن باز والشيخ ابن مانع رحمهم الله تعالى. تعيد كلام المؤلف أولا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم نعم. قال قال العلامة ابن مانع رحمه الله تعالى قوله عن الحدود إلى آخره مراده بذلك الرد على المشبهة. نعم، ولكن هذا مراد يقول مراد المؤلف، إذن حمل على أحسن محمل وقال مراد المؤلف الرد على المشبهة. نعم، وأحسن من هذا نقول الرد على الممثلة. لماذا؟ لأن هذا الذي ورد في القرآن، يعني نقول بالتمثيل ولا نقول بالتشبيه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل ولا نقول تشبيه. لماذا؟ لأنه هذا الذي ورد في القرآن. الثاني، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر يشتبهان فيه حتى ولو كان في الاسم. تقول الحديد لين وفلان لين، رأس الإبل
ورأس المال ورأس الوادي، رأس ورأس ورأس، لكن تختلف تختلف. نعم اتفقوا في ماذا؟ في الاسم، لكن يختلفوا في الوصف. نعم ما من شيء في الوجود إلا بينما قدر اشتباه فيه. الثالث أن أهل الباطل يلقب أهل السنة بألقاب ينفر الناس عنهم، كما لقبوا الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وساحر وكذا، وقالوا على أهل السنة مشبهة مجسمة شكاكة ونواصب ونوابت وغثاء وهابية حتى ينفر الناس عنه. وكل ما يعتاد الناس يعني لقب من هذه الألقاب يأتوا بلقب جديد. نعم فنقول بالتمثيل أولى من التشبيه. نعم لكن نحمل كلام المؤلف الآن هنا على ماذا؟ على التمثيل لا شك. نعم الشارح عفوا. نعم قال العلامة ابن مانع: ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة. يعني إذن الأولى نأتي بماذا؟ بما ورد في الكتاب والسنة، وهذا أولى لأن هذا مجمل. وبالأمس أخذنا قاعدة قلنا كل ما لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. الجهة هنا هل الجهة نثبتها لله أو ننفي الجهة عن الله؟ نقول هذه اللفظة لفظة جهة لم ترد في كتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، فماذا نصنع؟ لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى. ماذا تريد بالجهة؟ قال أريد بالجهة إثبات علو واستواء وفوقية حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. نقول هذا حق، لكن لا تتكلم إلا بما جاء في الكتاب والسنة، أثبت العلو والفوقية والاستواء. نعم وإذا أراد بالجهة أن المخلوقات تحيط بالخالق نقول هذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة. مفهوم؟ أي نعم. وانتهى الباب ولله الحمد والمنة. نعم قال: والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. نعم ففي قوله أحق يقول، انظر إلى الرد اللطيف. نعم قال: ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المشبهة والمعطلة. نعم فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذا. لا ينبغي وما قال حرام، يكثر العلماء من هذا لا ينبغي لا يجوز. لماذا لا ينبغي ولا يجوز تساوي المحرم؟ صح ام لا؟ لماذا ما يقولها؟ حتى لا يقع في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات الى مثل هذه الالفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال. نعم فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه المجيد بذاته. يعني نقول بالاستواء والعلو والفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه كما جاء في القرآن. نعم بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله. نعم كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. نعم لأنه لا يمكن يقول أن نؤول ونقول أن اليد هي القدرة أو النعم، لأنه هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وأن اليد وصفت بأوصاف لا يمكن توصف بها النعمة والقوة، القبض والبسط والأصابع، ولم تكن مزية لآدم عليه الصلاة والسلام على غيره نعم من المخلوقات. الثاني اليد، وبعد اليد ايش قال؟ النزول. النزول يقول نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة، هذا مخالف. لماذا؟ قال لأن هذا لا يمكن أن الرحمة تقول هذا الكلام، هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ الرحمة ما يمكن تكون. ثم نحن نريد نزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ لا، نريد نزول الرحمة، والرحمة تنزل في كل وقت. وهذا الرد على من يقول أن النزول نزول للأمر، نزول للملائكة، نزول للرحمة. نعم قال
كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود الله إثبات كثير. نعم. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة، ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام. أسمع إلى إحسان الظن لا إساءة الظن. قال لعلها يعني من بعض النساخ، يعني حتى لا يتكلم على المؤلف بكلمة. لماذا أخوانا؟ يعني لماذا لا يرد عليه؟ يعني رد صريح. لماذا؟ أولا قلنا لأن الطعن في أئمة أهل السنة هو طعن في السنة أصلا، ومتى يعني وجد له مخرج وكان هذا إمام عرف بإمامته وبتقوى بصلاحه ندافع عنه. نعم، لا دفاعا عنه بل دفاعا عن السنة. ولهذا قيل الذي يطعن في أحمد رحمه الله فقد طعن في السنة وهو زنديق يقول. نعم. قال رحمه الله: وعلى كل حال. وعلى كل حال إيش نصنع؟ نعم. الباطل مردود على قائله كائنا من كان. نعم. ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لو تقرأ في كتب السلف تجد هذا دائما. وذكرنا لكم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد كذا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أراد أن يتكلم عما حدث من الصحابة رضو الله عليهم في الحديبية. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، ما تحرك أحد حتى دخل على أم سلمة. أراد ابن القيم إمام أن يتكلم على هذا الذي حدث من الصحابة رضو الله عليهم. لو يتكلم بكلمة إشكال، ولو يسكت إشكال، لابد يحكي ما حدث في الحديبية، صحيح؟ فماذا قال؟ اسمع له ما قال. قال: هذا الفعل منهم رضي الله عنهم، إلى الآن لم يتكلم، صح؟ يقول رضي الله عنهم. من المغفور أيضا، إلى الآن لم يتكلم، لا المشكور. بعد هذه المقدمات تكلم بكلام لا يعد أصلا شيئا، صحيح؟ فلو يأتي الواحد منا اليوم يقول كذا صحيح في هذا الموضع، لكن جاء وتكلم بكلام ذكر أولا معتقد أهل السنة والجماعة وقال هذا غفر لهم ولا يمكن أن نتكلم بكلام وانتهى الأمر وحكينا ما حدث. نعم. قال رحمه الله: ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. نعم، فيها مجال لناقد، لكن قد تحمل على محمل حسن. نعم. قوله: ولا تحويه الجهات، دلت دلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالجهات الست عدمية في حقه لأنه تعالى فوقها، كما قال يعني جهات الست: الشمال والجنوب والشرق والغرب وفوق وتحت. لا يمكن أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، وإثبات العلو ثابت لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم. فالجهات الست عدمية في حقه لأنه تعالى فوقها، كما قال ابن القيم في النونية: كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان قد بان عنها كلها، فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. نعم، لا يمكن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر المبتدعات، هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم. وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يستعملها البشر، فهو سبحانه لا
يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحبون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحبون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. نعم، قلنا نسأل عن المعنى، لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. نعم. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا به الصفات. نعم، ويسألك ويعطيك سؤال أحيانا، أجبني الآن، هل تثبت الجسم لله أو تنفي الجسم عن الله سبحانه وتعالى؟ يقول الآن تجبني برسالة، من أنت؟ تلزمني يعني بهذا، صح؟ حتى يوقعك إما هنا أو هنا. تقول أنا لا أثبت ولا أنفي وأسأل عن المعنى. نعم. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يتضحوا وحتى لا يجمع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. نعم. وهكذا قوله لا تقويه الجهات الست وكسائر المبتدعات، مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستواءه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به، وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة فيه كلها تدل على أنه في العلو سبحانه، والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه، فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، واعلم أنه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.